أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله
الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي عنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو
خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتوارى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد الأولى
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون هذا نذير من أزفت الآزفة ليس لها
كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون. فاسجدوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء إما فيه مزدجر بكلام الله يا اخوان. ده كلام رب العالمين يا اخوان. فما توني النذر. ده كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب
فانتصف فَفَتَحْنَا
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية ولقد تركناها ولقد تركناها آية
فكيف كان عذابي ونذر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسن والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علي وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدريك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة
يشرح صدرك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. يا سلام. اقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والأرض بعد ذلك
دعاها أخرج منها ما وَأَمَّا مَنْ
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيم الفاتح.